عبر هذه الممرات الضيقة يدخل الأستاذ صادق الشرعبي إلى مبنى بالكاد يمكن وصفه بالمدرسة. هنا يبدأ عامه الدراسي الجديد مع طلابه. يجلس هؤلاء الصغار على الأرض بلا كراسي ولا تجهيزات تليق بالعملية التعليمية. هذا المكان ليس سوى بديل عن المدرسة التي كانت تجمعهم ذات يوم. لأكثر من 3 عقود ظل صادق يدرس الجغرافيا، لكن الأعوام الأخيرة كانت ثقيلة عليه، فقد أثقلت الحرب كاهله، لكنه يتظاهر بالقوة أمام طلابه، يخفي عنهم ما يكابده في صمت. نمتلك نحن أيضا أبناء لن نستطيع يدرسوا في المدارس، ما استطعنا أن احنا نوفر لهم متطلباتهم المدرسية من تسجيل ومدارس وكتب وأقلام وشنطات وزي مدرسي، كل هذه الأشياء براتب لا يساوي 50 دولار، رغم أنه راتبي كان يساوي 1000 دولار والآن لا يساوي 50 دولار، فهذه حياة صعبة جدا. مع بداية كل عام دراسي تتجدد معاناة المعلمين، لكن هذا العام كان مختلفا. الظروف الاقتصادية القاسية جعلت الأمور أكثر سوءا. كان راتب المعلم سابقا يتجاوز 400 دولار، أما اليوم وبفعل الانهيار الاقتصادي فأصبح لا يتجاوز 40 دولارا، لا يكفي احتياجات أسرته الأساسية. يقف صادق كواحد من عشرات الآلاف من المعلمين الذين استقبلوا مئات الآلاف من الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية في 18 مديرية تحت سيطرة الحكومة. مع إشراقة صباح هذا اليوم يتوجه 540,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم المنتشرة في 18 مديرية، 942 مدرسة حكومية، 180 مدرسة أهلية. الكل بدأ يومهم بكل نشاط وحيوية. إن شاء الله تتم الدراسة في هذا العام بوضع أفضل بكثير مما كان عليه في العام الماضي. ورغم كل شيء شهدت الأيام الأولى من العام الدراسي التزاما ملحوظا من غالبية المدارس التي فتحت أبوابها للطلاب متحدية الصعاب، لكن خلف هذه الجدران هناك قصص لا تنتهي. أولياء الأمور هنا يعانون في صمت، يتمنون من إدارة التربية والتعليم في تعز تسهيل تعليم أبنائهم الطلاب وتخفيف الأعباء عن كواهلهم بإلغاء بعض الشروط التي لم تعد أغلب الأسر قادرة على تلبيتها، كزي المدرسة الذي بات حلما بعيد المنال لكثيرين في ظل ارتفاع الأسعار وظروف اقتصادية خانقة. طه صالح، المهرية، تعز.